بتفريغ محتوى كتلات المراقبة وتقديم محتواها للنيابة للوقوف على حقيقة واقعة القبض والتفتيش. فقدموا إلى النيابة محتوى كاميرا وحيدة. كاميرا رقم 14. فالنيابة استبرمت كاميرات لم تلتقط لها إلا هذا المشهد من الكاميرا 14. طب رواية المتهمة إيه؟ طب دي رواية الشهود. رواية المتهمة في كلمتين منذ صدر التحقيقات. قالت أنني وبمناسبة عودتي من رحلة مصر لقناة قدم نيويورك، كنت في إحدى المحافل الفنية، وبمناسبة عبوري للدائرة الجمركية، فتم استيقافي واستفسر مني مأمور الجمرك القائم بمسألة فحص الحقيبة عن علبة من علب التجميل النسائي. قلت له دي علبة التجميل النسائي، مش عارف. فسألني انت معاك الكوكايين؟ ثم بعد ذلك تم اصطحابي الى غرفة مغلقة واخذوا حقائبي منفردين. ثم بعد ذلك حضر الي احد الاشخاص واصطحبني وقال لي انت هتروح عنك. طيب اي الروايتين في ذمة الواقع قبل القانون صحيحة؟ في ضمير حضراتكم لابد ان يكون هناك مرجح. كانت النيابة الموقرة فطنة حينما سعت الى بلوغ هذا المرجح محتوى كاميرات المراقبة. لدليل بلا ضمير، لا له ضمير يباع ولا يشترى، ولا له فهم يخطئ في استنتاج او في ادراك. فشوفوا حضراتكم كاميرات المراقبة محتواها رجح اي الروايتين على الاخرى. النيابة العامة الموقرة في الصحيفة 79، استاذن حضراتكم في الصحيفة 79، حينما افردت محضرا مستقلا لتفريغ محتوى الكاميرا اليتيمة الوحيدة التي قدمت باعتبار انها هي التي التقطت المشهد. شوفوا حضراتكم صفحة 78، المقطع المعنون كامل واحد. مدة المقطع قد ايه؟ 42 دقيقة و23 ثانية. المقطع ده لم يلتقط المتهمة إلا وهي داخل مسار الدائرة الجمركية ووضعت حقائبها على جهاز الأشعة فقط. ولكن العجيب أن هذا المقطع على حسب ما أثبتت النيابة الموقرة في صفحة 79 تحت بند المرحوم، شوفوا حضراتكم، وكأن النيابة الموقرة من طرف خفي أرادت أن تلفت النظر إلى مبلغ العبث الذي حدث تحت بند المرحوم. تبين من مشاهدة المقطع المرئي تحديدا في من الثانية 32 حتى الدقيقة 41، حيث كانت المدة المبينة بالصدر المحفوظة التي دلفت بها المتهمة ومرافقها، ومن ثم مقبول الضبط هذا مقاربة ثمانية للمنطقة المتاخمة لجهاز الفحص، منطقة التفتيش اللي ما ظهروش فيه، حيث خرجوا جميعا آنذاك من كادر التسجيل ولم تظهر به المتهمة. فأثبتت النيابة العامة أن المتهمة لم تظهر إلا في الدقيقة الأولى والثانية 27 وهي تضع حقيبتها على جهاز الأشعة، ثم اختفت تماما عن هذا المشهد لمدة 41 دقيقة، إلى أن ظهرت بعد ذلك ويصطحبها كما اورت النيابه العامه هيثم احمد عبد الحكيم ويحمل كيسا بلاستيكيا كما اورت النيابه الموقعه. يبقى اذا يسلس ذلك الى اثبات حقائق يقينيه. الحقيقه الاولى ان الاوراق قد خلت كليه من اي تسجيل لاي كاميرا من كاميرات المراقبه
تتعلق بواقعة تفتيش حقائب المتهمة في محضرها واستقرار أحراز محل الاتهام في شأن المضبوطات من هذه الحقائب. الواحد الحقيقة الأولى مش ولا كاميرا أمام حضراتكم. النيابة العامة طلبت مرتين يجيبوا لها كاميرا المسألة الثانية مع الرئيس في شأن هذه المحكمة إني الحقيقة الثابتة أن مدة 41 دقيقة غابت فيها المتهمة تماما عن الظهور وعن الوجود، وهذه الفترة الزمنية التي أضحت مجهولة في ضمير الحقيقة والواقع أمام حضراتكم هي التي تحتاج إلى إجابة على سؤال جوهري، أين كانت المتهمة؟ لو صح أنها كانت في حضور تفتيش تم في هذا المكان المفتوح الذي قيل أنه كاونتر بجوار جهاز الأشعة إن الكاميرا التقطت هذا الجهاز كاميرا رقم 14 التقطت المتهمة وهي تضع حقائبها على الجهاز، والتقطت المتهمة وهي تخرج الحقيبة من الجهاز ثم اختفت المتهمة. لا أنا بس بستكمل مسألة مع الوقت بستكمل لو تأذن لي هذه المسألة. دلالة هذه المسألة إيه؟ دلالة هذه المسألة إني وفقا لما يسمى بنظرية القدر المتيقن، لأن أنا لو ما عنديش هذا التحقيق للنيابة العامة اتجهت إليه ما كان ينبغي لي أن أثير هذا الدفاع، أما وأن النيابة اتجهت إلى تحقيق مسألة إثبات واقعة التفتيش أو إنكارها أو نفيها عن طريق جهاز فني وكاميرات المراقبة، وأسلم ذلك إلى أنها وضعت بين يدي حضراتكم نتاج هذا التحقيق، فإن القدر المتيقن كما قلت أن كاميرات المراقبة خلت كلية من إثبات أن التفتيش قد تم في هذا المكان المزعوم الذي قيل أن المتهمة كانت متواجدة فيه وفي حضورها. اثنين، يبقى إذا رواية المتهمة في أنها كانت محتجزة منعزلة عن حقائبها طيلة الأربعين دقيقة ده هو الكلام السليم، لأن بمفهوم المخالفة لو صح أن التفتيش قد تم في هذا المكان المفتوح المجاور للكاميرا دي بهذه الطريقة وفي حضورها لكان من الواجب أن تأتي أي كاميرا مراقبة أخرى لتثبت هذا الأمر، أما وأن الثابت أن الأوراق قد خلت كلية من إثبات أن هناك أي كاميرا 14 أو غير 14 تثبت هذه المسألة، إذا هذا التفتيش والحال كذلك تم في مكان مجهول. واحد، اثنين أنه تم دون حضور المتهم. اللي يؤكد هذا الكلام حصة النيابة العامة. أنا كنت فين كمتهمة 42 دقيقة؟ بل إن النيابة العامة في هذه الملحوظة بتثبت مسألة بلاغة الأهمية. هيثم عبد الحكيم الذي قيل أنه هو الذي أجرى التفتيش بإشراف هاني عبد أبو طالب، وقيل انه ظهر بعد ذلك من سجن بالاحراز يصطحب المتهمه، النيابه البند المرحوظه سنه 79 تثبت انه كما لم يخرج من ذات المكان القائم بالتفتيش الا لو استاذ هيثم عبد الحكيم. النيابه بتثبت لي هذا الكلام عشان تؤكد. اتوقف يعني عند هذا الحد؟ حاضر يا فندم، حاضر. أنا عارف أن يعني هذه الدائرة بتلتقط الأمور. حاضر. يبقى إذا هذا الذي أخلص فيه مما عرضت فيه مطيلا عن وأأسف لهذه الإطالة كان القصد فيه أن أثبت أن أمر التفتيش الذي ينبني عليه صحة الإسناد أو التكييف تبعا بات في مكان مجهول بمعزل عن المتهمة، وأن هذه الكاميرات أسعفت في بلوغ هذا الذي أقوله في هذه المسألة. الدفع الثاني في شأن، ولكن عفوا سيد الرئيس في هذه المسألة الأخيرة عشان أغلقها